السلام عليكم ورحمة الله. اليوم 20 مارس 2024 10 رمضان، من داخل درمان، منطقة درمان العسكرية، مع الفدائي المرعب صايد البكاش. نحن من هنا بنوصل رسالة، بعد ما انتهينا حسم التمرد في منطقة درمان العسكرية، الآن متوجهين وين يا مسيرة؟ مدني. مدني خلاص، حارب حق الخرطوم ده انتهى. الناس دي فضوا خواتيمهم شلنا وحاجاتهم شلنا. تاني من نحن الناس لسه كنهم جايينهم قنقر وجال حمرتنا منا الدور اللي فاتت. مسكناك بالجهاز قاعد تتكلم، قلت يا العزبه دقونا احنا. يلا احنا كان يا العزبه انت تعرض مننا زي ده؟ عندنا احنا وريناكم، جيناكم شارع الكرري عندنا نظفناه والدوحه ونظفناه خلاص، بعد ود البشير بقى حقنا ناس الصالحه. هاي انت عارفين اننا كلهم كل نصرفهم في التلفزيون ونقول لكم الحته الفلانيه جاكم، احنا بنجيكم قنقر زي ده، احنا جايينكم طقيق. الحمد لله والله غايتو احنا كمان جغمنا دي، والله الدنيا زايله ونعيمك زايل. دي كلها هندلة خواتمكم، دي كلها شايف دي كلهم جاهزيه بس. شايف دي جاهزيه بس، اصابعي بتاع الدعامه، دي كلها مصابيع دعامه بس. احنا جايينكم، ها جايينكم ناس مدني، جهزوا رقبتكم. قال اخوه، قال له اننا مثلا بقول لك اخوك كان زينه صلعه يطبل راسك، بعد ده ناس مدني. احنا جايينكم طقيق، جايينكم طقيق، عند جايينكم قنقر هندلي، دنيا زايله ونعيمك زايل، والله احنا زي القدر. النداء الاخير يا ناس مدني، طبعا ناس رحمتي المهريه كلهم لبدون في مخازن مدني. احنا اي والله قاعدين، والله والله جايينكم، والله والله جايينكم، والله جايينكم في مدني. عندكم النداء الاخير حاجه، سلموا قبل ما نجيكم. اي ناس مدني سلم والله، لان احنا بنجيكم شنو زمان وبنجيكم. الدور اللي فاتت طلعنا لكم لايف انا وزول، قلنا لكم يا ناس اللي زعل اللي تقعد البحر والله، ولا شاوس يا جماعه، ولا شاوس يقعد البحر يا جماعه، ولا شاوس بقوا ده اسمه شغل ده والزين، ولا كل شنو في البحر ده، ولا شاوس بقوا بطا يا جماعه، طريقته البحر غرقوا يا جماعه. هوي انا والله جايينكم والله طقيق، الدور رفات قلت لكم ناس الاذاعه جايينكم، واسي ناس مدني جايينكم هنا طقيق بالخرطوم ده، ناس الاستناس ناس الخرطوم ده ما شايف انه محمد الله. امبارح اخواننا في المدرعات طلعوا تجديد، مشوا لحد مشوا هناك، مشوا لحد قريب السوق المركزي، قريب السوق المركزي صحافات طلعوا الناس زي كلهم في مدني، اقول لهم خلاص طيارتكم قامت والله، والله ناس مدني والله خلاص الهوا ضربكم والله، جايينكم طقيق جايينكم. كلام ده ليه المنطق عينيك يا عامر؟ سلم تسلم الله، زي ما ورناك سلمت، ما عندنا معك حاجه والله، اقسم بالله وان هنضع اطاء والله. تلقوا اصابعكم دي كلها ما في عندنا، شايف ده اصابعكم قاعده جوا هنا بس والله، قنقر زي ده بس، شغلنا عينك فوق تركب فوق. الله اكبر، يلا والله يلا تمام، الله اكبر.